للمزيد من التفاصيل معانا طبعا مراسل اكسترا نيوز ابراهيم عزت. ابراهيم انا برحب بيك طبعا، يعني هسيب لك الكلمه تكلمني عن كل التفاصيل الخاصه سواء كان بمجمع الاسماعيليه الطبي او مركز 30 يونيو، كمان ازاي بيخدم اهالينا، وعلى الجانب الاخر طبعا لن نغفل النجاح اللي حصل منذ ساعات باقامه استكشاف القنوات المراريه من خلال المنظار، ودي كانت عمليه ناجحه جدا تحت منظومه التامين الصحي الشامل. اتفضل. صحيح، أهلا بك نانسي. يعني لا شك أن ملفات عدة توليها الدولة أهمية في الجمهورية الجديدة، وجاءت على رأس هذه الملفات الاهتمام بصحة المواطنين والارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. نحن هنا نتحدث عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وإن كنا ذكرنا هذا المشروع القومي الهام فلابد أن نتذكر في 16 من نوفمبر من عام 2019 حينما أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا المشروع كمرحلة أولى في 5 محافظات، قائلا بهذه الكلمات: إيمانا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن. ومنذ إطلاق هذا المشروع الهام تم الارتقاء بجميع المستشفيات الحقيقة في هذه المحافظات. بنتحدث عن المرحلة الأولى التي شملها مشروع التأمين الصحي الشامل بورسعيد، الإسماعيلية والسويس وأيضا جنوب سيناء إلى جانب الأقصر وأسوان. نتحدث زميلتي نانسي إلى جانب التفاصيل التي تفضلتي وذكرتيها قبل قليل من هنا من داخل المجمع الطبي بالإسماعيلية، 3 هيئات حكومية تشترك في تنفيذ هذه المنظومة، من بين هذه الأماكن التي تقدم الخدمات هنا في الإسماعيلية الهيئة العامة للرعاية الصحية. ويمكن الصورة تكون خير دليل، ربما نستعرض معكم على الهواء مباشرة مشاهدين الكرام الصورة من هنا من داخل هذا المجمع الهام الذي دخل الخدمة تحديدا في فبراير من العام الماضي. نتحدث عن مساحة إجمالية 71,400 متر مربع، غرف عمليات 14 غرفة عمليات، وعدد الأسرة بيقدر ب 217 سرير، أما الأسرة الرعاية بأكثر من 50، وعدد الحضانات أيضا متواجدة داخل هذا المجمع. طب ما هي الخدمات الطبية التي تم استحداثها زميلتي نانسي منذ افتتاح هذا المجمع إلى الآن؟ بنتحدث عن جراحة الوجه والفكين والقسطرة القلبية والجراحات الميكروبوسكية وأيضا جراحة السمنة المفرطة وعمليات كثيرة، من بينها ربما العملية التي ذكرتيها قبل قليل هنا في هذا المجمع. من الحين والآخر يحتفلون بنجاح عمليات دقيقة في المقام الأول، وفي المقام الثاني تكون تحت مظلة التأمين الصحي الشامل. الهدف الرئيس في هذا المشروع الذي أطلقه الرئيس هي يعني المساواة بين جميع المصريين في الخدمة الطبية المقدمة مقابل ربما أسعار رمزية اشتراكية للمواطنين لمن بقدرته أن يدفع. طب ماذا عن الأسر التي لا تستطيع أن تدفع في هذا المشروع؟ تتحمل موازنة الدولة هذه الاشتراكات الخاصة مقابل تقديم كافة الخدمات. ما هو الفرق ما بين الخدمة الطبية المقدمة والهدف والخدمات التي سيستفيد منها الأهالي، بل استفاد وما زال منها أهالينا هنا في محافظة الإسماعيلية وإلى جانب المحافظات التي دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل؟ بداية من الكشف والفحوصات في المقام الأول، ونتحدث عن إلى إجراء العمليات الدقيقة والكبيرة. على سبيل المثال بنتحدث عن عمليات القلب والعمود الفقري التي ربما تقدر بأكثر بمئات الآلاف في الخارج، يقوم المواطن بإجراء كافة هذه التفاصيل فقط بدفع 300 جنيه مقابل العمليات الكبيرة أو الجسيمة مثل هذه العمليات. الحقيقة هو منظومة إنسانية في المقام الأول تم إطلاقها للاستفادة منها مش بس
هنا في إسماعيلية، ولكن بنتكلم عن توجيهات رئاسية خلال الأسابيع والشهور القليلة الماضية بضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المنظومة في باقي محافظات الجمهورية حتى تكون هذه الصورة الأفضل والأهم التي يتلقاها المواطن في جميع محافظات الجمهورية. زميلتي نانسي إكسترا اليوم لديك المزيد بالتأكيد. إبراهيم طبعا أنا بشكرك، والحقيقة منظومة التأمين الصحي الشامل يعني منظومة تدعو للفخر، ودورنا ودور حضراتكم أيضا يعني مراسلي إكسترا نيوز زي ما استمعنا أن احنا نعرف المواطن أو نعلم المواطن بالخدمات اللي الدولة بتقدمها ليه عشان يقدر أن هو يستفيد منها، سواء كانت إجراءات أو ما هي أصلا هذه الخدمات ومين اللي يقدر يستفيد بيها. طبعا أنا بشكرك، شكرا جزيلا إبراهيم عزت مراسل إكسترا نيوز، شكرا جزيلا كنت معنا من الإسماعيلية.